كلمات مهجورة لغرابتها وصعوبة نطقها. تعد اللغة العربية أهم وأشهر لغات العالم بلاغة وقوة وصعوبة، لذا توجد العديد من الكلمات التي هجرت ونادرا ما تستخدم لغرابتها وصعوبة نطقها. سنستعرض بعضها لكم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في حلقة اليوم من غرائب اللغة العربية. ورد على لسان يحيى بن عمر النحوي كلمة تكأكأتم وكلمة افرانقع، وكان هذا على إثر سقوطه من على دابته، وعندما التف الناس حوله قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة؟ افرانقع، وكان المقصود به: ما لكم تجتمعون علي كما تتجمعون على المجنون؟ انصرفوا. كلمة السمادج تأتي بمعنى اللبن الحليب، حيث قال أحد السابقين: أسمع جعجعة وأنا أشرب السمادج، في إشارة إلى أنه كان يحتسي الحليب. كلمة رخاخ، حيث يقول البعض: نحن نحيا في رخاخ، أي نحن نعيش في خير ورغد. أو رخ المطر، أي أمطرت كثيرا. كلمة المثعنجر هي مفردة عربية تأتي بمعنى البحر. كلمة السجسج، الأرض التي تكون في حالة وسط بين السهولة والصلابة. كلمة عصبصب تشير إلى الحر الشديد. كما أنه توجد العديد من كلمات اللغة العربية التي يصعب نطقها بشكل سليم، مثل كلمة نقاخ، ويتم نطق هذه الكلمة من خلال ضم الحرف الأول وفتح الحرف الثاني، ومعناها الماء العذب. كلمة طلخمة بكسر الحرف الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، وهي تأتي بمعنى زاد واشتد. وعلى سبيل المثال نقول: اطلخم الأمر. كما أن هناك بعض من كلمات اللغة العربية التي يصعب كتابتها بسهولة، سواء لاحتوائها على عديد من الحروف أو غرابة نطقها، مثل كلمة فسيكفيكهم، وهي عبارة عن كلمة مركبة في نفسها، وهي أطول كلمة في اللغة العربية، ولقد جاءت في قوله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله، الآية رقم 137، وهي تعني الكفاية والحفظ والحماية من الآخرين. كلمة العفنجج، وهي عبارة عن مصطلح عربي يشير إلى الشخص الضخم والأحمق. كلمة العنفقة، معنى هذه الكلمة هو شعر الوجه الذي ينمو أسفل الشفاه وأعلى الذقن.